حي الذي رفع البناء وتممه، حي الذي فتح العقول المظلمة، حي الذي ملأ المعالي حكمة وبنهجه أحيا المسير وأحكمه، حي الذي من روحه ولد السنا وبعلمه نفخ الجمال وعلمه، هذا الذي تصفو الحياة بفهمه، سبحان من خلق الحياة وفهمه، وهو الذي يعطي النفوس دواءها وجلالها بجلاله متنعمة، هذا المعلم والقلوب تعانقت في يومه بالحب أضحت مغرمة، هذا المعلم قام يحيي أمة أكرم بها وبه تعيش مكرما، قم للمعلم قالها من قبلنا ويظل يملأ بالثناء بها فما، قم للمعلم فهو حق واجب هذا القيام وحقه أن ندعمه، هذا المعلم للسان مقوم ولسانه فيه الفصاحة مفعمة، هذا المعلم للبنان منظم صنع التفوق بالبنان ونظمه، هذا المعلم للسلوك مهذب هو قدوة بسلوكه ما أعظمه، هذا المعلم للمكارم باعث أخلاقه معلومة ومعلمة، ما زال يرسم للطفولة حلمها وعلى الصغار بعطفه ما أحلمه، ويظل يرعى للشباب خيالهم ويصوغ آفاق الطموح وأنجمه، ومضى يرتل في الحياة مبادئا هي بعض همته بروح مسلمة، إن المعلم ليس شخصا عابرا في عيشنا حتى يقال له لما، إن المعلم ليس شخصا عابرا في عيشنا حتى يقال له لما، هو روحنا هو بيننا متجذر نفس بآلاف النفوس مقسمة، إن المعلم ليس معنى واحدا فالله أعطاه العلوم وألهمه، هو موطن الحب الكبير ونبعه العلم والأخلاق فيه مجسمة، إن المعلم قيمة قدسية الله قدره لديه وأكرمه، إن المعلم قيمة قدسية